Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita mengucapkan ya usha. Kembali pada pagi hari ini kita menghafal surat um, uh, takwir iaitu surat matahari. Ikut bab mudah-mudahan kita paham dan dapat menghafal dengan baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idza an-nujumu wa idza al-jibalu فاذا العثار متلت واذا الموسوسرت واذا البحر شجرت واذا النشوف ذوزت وماهوذه فيلات واذا من كتلت واذا الشوق نشرت واذا السماء كسطت واذا الجحيم شمئرت واذا الجنه اشرفت فلمنهم ثم اهدرون فلا اقسم بالهم نسل جواه الليل إذا أسأس وإذا تنبس إنه لقول رسول كريم بكوة عند ذي المكين سما من وما شَوِيْبُكُمْ بما جنونه ولقد رآه بالأبك الْمُبِينَ وما هو على الغيبل وما هو بقول زيتون الرجيم أين تشربنه إن هو إلا ذكر شاء منكم ويستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق <applause> الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته